Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ala bereketillah liyum ve bihamdih ve bifadlih teala temme iftitah makar mektib teyyar ya biladi kema vaadna fi khitab sabık عندma a'lanna ala intinaq hada teyyar liyum thulata almuvafiq 14 min hada şahar yulyu. Elhamdülillah افتتحنا المقر الأول في العاصمة طرابلس كما وعدنا ونتطلع إلى بدء اللقاءات من اليوم والأيام القادمة أيضا سنتحدث عن الخطوات التي بعد الخطاب الماضي أعديناها بإذن الله ستترجم على الأرض وأيضا سنبشر كل محبي هذا التيار والذين انضموا بأن ستفتح فروع في مدن أخرى وجاهزة بعضها بإذن الله تعالى سيعلن عنها في حينها فعلى بركة الله نجدد أننا حضرنا اليوم في طرابلس عاصمتنا الحبيبة ونلتقي إن شاء الله تعالى بكل من يريد أن ينضم إلى هذا التيار أو يريد أن حتى يستفسر مزيد من الاستفسار أيضا المجال مفتوح جدا لا يعني أن اللقاء ضروري للانضمام أو من عدم الانضمام نحن أعلننا هذا التيار لكي نخدم جميعا وطننا الحبيب وأبناء وطن الحبيب وقد نلتقي على رؤية مشتركة تجمعنا في هذا التيار إلى الملتقى بإذن الله في لقاءات قادمة وشكرا للجميع.